السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن قومه ورسولًا عن أمته وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد أحبتي في الله حي الله هذه الوجوه وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في بيته على غير أرحام بيننا ألا يخرجنا من صلاة الجمعة إلا وقد غفر لنا ورضي عنا وكتبنا وأحبابنا وأهلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين اللهم أمين يا رب العالمين. حديثنا اليوم حول كلمة قالها رجل مشرك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم فهو أبو سفيان رضي الله عنه. كلمة رضي الله عنه تقال في حق المسلم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان على كفره لما كان كافرا
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال كلمة شهيرة، قال في حياتي كلها ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. اللهم إنا نسألك حب نبينا محمد وأن تجمعنا به في الفردوس الأعلى. بالمناسبة حب النبي عبادة، وحب النبي طاعة، وحب النبي أنك تحب النبي بس حب مجرد تؤجر على ذلك، بل وتكون مع النبي في الجنة. وحضرتكم حافظين الحديث وانتم سيد العارفين، سيدنا ده احنا لسه كده بنسخن ما بدناش في الخطبة، سيدنا ثوبان لما جاء هزيلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هزيل يعني ضعفان ولونه متغير وشكله مش طبيعي، فقال النبي ما لك يا ثوبان، ما لك إيه حكايتك؟ قال يا رسول الله ذكرت القيامة، تذكرت القيامة والجنة والحساب، وأنت إن شاء الله في الفردوس الأعلى. هو مين في الفردوس الأعلى لم يكن النبي؟ المربع الذهبي. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع مين؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والإيه؟ والصالحين، ربنا اجعلنا جميعا منه. فقال له أنت في الفردوس الأعلى، وأنا إن من الله علي أكون في الدرجات الإيه؟ السفلى من الجنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ماذا أعددت للجنة؟ عملت إيه؟ قال لا شيء، ما عملتش حاجة. طبعا الفرائض بيصلي وصوم ويعبد ربنا بيتقي الله بأكل حلال، فرائض ما بيعملش حاجة زيادة. قال لا شيء غير أني أعددت لها حب الله ورسوله. قال أبشر فإن المرأة يحشر مع من أحب صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحب رسولك محمد، فاحشرنا معه يا رب العالمين. حب النبي عبادة، حب النبي طاعة تدفعك إلى الله، حب النبي يكافئك الله بها الجنة. دي البداية. يبقى أبو سفيان ونفس الكلمة قالها عروة بن الزبير وكان كافر وأسلم، عروة بن مسعود الثقفي وأسلم، قال ما رأيت أحدا، لقد دخلت على الملوك والأمراء والعظماء، يا جماعة ما شفتش حد بيحب حد كده، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم لماذا، هو الكلمة دي موضوعنا النهاردة، اسمه لماذا، واي، ليه هما بيحبوا النبي كده؟ لازم نقف عند المعنى ده. بيحبوا النبي كويس، وبعدين ليه حبوه؟ كان يتيما، كان فقيرا، كان يعني معذبا، كان مغلوبا، كان طريدا مشردا، ايه اللي تحب يعني؟ لماذا أحب النبي؟ دي وقفة لازم نقف عندها جيدا حتى نعلم لماذا أحب صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخوة، كان رسول الله مع أصحابه متواضعا. ما أنت نفسك الناس يحبوك؟ أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يحبه الخلق. أنت ممكن يكون عندك مصاري كتير، وممكن يكون عندك 4 زوجات، يكون عندك 30 ولد وبنت، وعندك علاقات وعندك شركات، بس الناس ما بتحبكش. ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وضاقت عليك نفسك، لا تجد من يسمع لك ولا تجد من يخلص لك، لكنك إذا أحبك الله جعل الخلق يحبونك، وإذا أحبك الخلق فتلك هي السعادة الدائمة الباقية التي لا تعدوها سعادة. إنك تمشي في أي مكان تلاقي الناس بتحبك، يقولك يا أخي والله سبحان الله فلان ده والله أنا ما أعرف اسمه بس بحبه كده، حبه لله في لله. والحب ده سر بين الله وبين خلقه، يودعه من يشاء من عباده. أنا ما أعرفش أعملها وإنت ما تعرفش تعملها. الله قال لرسوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما إيه؟ ما ألفت بين قلوبهم. المحبة دي ألف. ممكن واحد يدي لك مصاري وإنت بتكرهه، والله يدي لك ويدفع لك وإنت بتكرهه وتحقد عليه، لأن المحبة هذه من الله سبحانه وتعالى. ماذا فعل النبي؟ النبي كان متواضعا مع أصحابه، كان رقيقا سمحا بينهم، لم يتعالى عليهم رغم مكانته، ولم يتكبر عليهم رغم إمكانياته، ولكن كان بينهم متواضعا سهلا يسيرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل كره أن ينادوه بالعظيم، وكره أن يقوموا له عند رؤيته، فقال لا تقوموا لي، حدش يقف عندما يرى الرسول. تخيل لو احنا قاعدين في المسجد كده، تخيل
والباب اتفتح ودخل سيدنا رسول الله، تعمل ايه؟ تقف وتقبل حذاء النبي؟ قال لهم ولا واحد يقف في المكان، كل تفضل قاعد مكان. لا تقوموا لي كما يقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا، انما انا عبد. اللهم صل عليه. اكل كما ياكل العبد، واشرب كما يشرب العبد، وانام كما ينام العبد. انا عبد. سيدنا عمر يدخل يلاقي النبي نايم على حصير. مش دي سيره النبي اللي حضراتكم بتقراوها وتسمعوها؟ النبي نايم على حصير اثر في جسده، فعمر يبكي يقول انت رسول الله خير خلق الله تنام على الحصير؟ والنبي لو شاء، ده لو شاء لنام على الحرير وعلى الديباج وعلى الاستبرق. قال يا عمر اولئك الناس اللي بتتكلم انت عنهم دول خدوا الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. انا عبد فقير اجوع يوما واشبع يوما. تواضع صلى الله عليه وسلم. يدخل عليه اعرابي يرتعد، واحد جاي من الصحراء وسمع عن محمد محمد محمد، فدخل على النبي يركع بين يدي النبي والرجل ترتعد فرائسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا اخ العرب، اهدى، انت مش داخل على كسرى ولا على قيصر، هون عليك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد في صحراء مكه. ده انا امي كانت ست مسكينه وعلى قد حالها مش لاقيه تاكل. هذا التعبير يهدئ من روع الرجل. وانا ما اقولش انا ابن رجل فلان، انا ابن امراه. والعرب تفتخر بالرجال. النبي ما جابش سيره ابوه، قال انا ابن امراه، ده امي ياخد، انا ميت يتيم وامي اللي ربتني وانا صغير، ده انا حالتي على الله. اهدأ بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. تواضع يخلي الصحابه يحبوه. قال لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تقدسوني ولا تعظموني. قولوا انما، قولوا عبد الله ورسوله، فانما انا عبد. اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. ذلكم التواضع هو الذي قربه من اصحابه وحببه إلى أصحابه. يدخل يوما على صحابي من أصحابه اسمه سعد، فالنبي يطرق الباب على سعد، قول يا سعد. سعد سامع، دخل البيت وسمع كلام النبي، هو روي الحديث يقول فسمعت النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آل سعد. قال فقلت عليك السلام ورحمة الله وبركاته بصوت منخفض. قال فأعادها النبي ثانية، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آل سعد مرتين. قال فرددت السلام بصوت منخفض لم يسمعه النبي. قال فأعاد الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا آل سعد إني منصرف. عندنا أدب الاستئذان ثلاث مرات، ترن الجرس مرة يعني أنا موجود، محدش فتح ترن الجرس كمان مرة يعني أنا حمشي، محدش فتح لك ترن الثالثة يعني أنا ماشي. بس أدب الاستئذان، ما تروعش أهل البيت، جايز مش عاوزين يستقبلوك، وإن قيل لكم ارجعوا فإيه فارجعوا، مش تحطي ده كده وكان مش ماشي لما يفتح انا بحنكد عليه. لا 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 لا، مش ديننا، ديننا مفيش، ديننا فيه ذوقيات. النبي كان عنده الذوقيات، اللمسه صلى الله عليه وسلم. ففي الثالثه طلع سعد، لا النبي ماشى، قال تعالى يا رسول الله. قال يا سعد ناديتك ثلاثا او ما سمعتني؟ ثلاث مرات. قال والذي بعثك بالحق نبيا من الاولى سمعتك. قال ولما لم تجبني؟ قال سمعتك تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بتدينا السلام والرحمة والبركات، فأردت أن أستزيد من سلامك ورحماتك وبركاتك علي وعلى أهل بيت. نعود نزيد السلام والرحمات والبركات. يقول سعد فجلس مع النبي ثم خرجنا، فلما خرج ركب على بغلته أو على جمله، ركب الدبة بتاعته، ومشيت خلفه وأضع يدي على زنب الناقة، يعني مشي ورا النبي مسك ديل الناقة كده. فنظر إلي النبي وقال يا سعد لتركبن أو لتذهبن؟ يا تركب ورايا يا تمشي، ما تفضلش ماشي كده حارسني، ما ينفعش. النبي مش عاوز حد ماشي وراه كده، ما بيحبش الهيلمانات والبودي جارد ولا لا 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 لا، فيش كده. قال يا سعد لتركبن او لتذهبن فاني اكره ان اتمايز على رفاقي وعلى اصحابي بابي هو وامي. حضراتكم فاكرين جيدا لما كان النبي مع الصحابه في سفر. اخواننا تقدموا، افسحوا لاخوانكم، يتفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. أتمنى كل جمعة إخواننا الأول في الأول، لأن أصبح المسجد بيمتلئ من بداية الصلاة الطابق الأعلى والطابق الأسفل. أسأل الله أن يزيد المسلمين وأن يوسع علينا في مساجدنا وفي ساحاتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. أنا لا أذكر اليوم جديدا، ولكني أذكرك بما ربما قد نسيت. يخرج النبي يوما مع أصحابه في سفر، فيجوا الصحابة وقت الغداء كده ويبدأوا إيه؟
يجتهدوا مع بعض عشان يعدوا الطعام الرفاق في السفر. فقال هذا أنا علي صيد الفريسة وأنا حنصطاد الفريسة، والآخر قال أنا علي ذبحها وسلخها، والآخر قال وأنا علي طبخها. ماذا قال النبي؟ قال وأنا علي أكلها. لا لا، قال وأنا علي جمع الحطب، أصعب مهمة. لماذا؟ صحابة قالوا أنت تجمع الحطب؟ فديناك بأرواحنا يا رسول الله، والله لا يكون، بل أنت تأكل. قال والله أبدا. قالوا نكفيك، إحنا رجالة كثير ما شاء الله، نكفيك يا رسول الله. قال علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز على رفاقي، ما نحبش أكون عالة، لو أحب أن أتميز عليهم. هذا الأسلوب سحر الصحابة، عشان كده الكفار سموه ساحر، سموه ساحر، سحر قلوبهم فأحبوه من أعماق قلوبهم صلى الله عليه وسلم. الحقيقة ده درس، من أراد أن يحبه الناس فليتواضع للناس، فليزهد فيما في أيدي الناس. الرجل راح للنبي قال له يا رسول الله، قال له نعم، قال له بص أنا عندي سؤال وعاوز إجابة مختصرة. قال أحب شيئا، دلني على شيء إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أنا عاوزك تدليني على حاجة أعملها الناس يحبوني وربنا يحبوني، أعمل إيه؟ طب ما ده سؤال حلو، ما تاخد السؤال ده وتستفيد بيه من خطبة الجمعة، يعني سيبك من الصداع اللي أنا عامله لك ده كله، خد السؤال ده بس، يبقى أنت استفدت كبسولة جميلة. دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني ما تنشغلش بالدنيا، ادت لك الحمد لله، راحت منك الحمد لله خلاص، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما آتاكم. يبقى الحمد لله، الحمد لله على السراء وعلى الضراء. ركز، لو احنا عملنا كده يبقى احنا نجونا، يبقى احنا فلحنا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. طول ما طلبتش من الناس حاجه الناس يحبوك، لو قلت للناس هاتوا يبداوا يتكلموا الناس. عشان كده كل نبي يقول للناس ايه، وانتم حافظين الايه، كل نبي يقول للناس ايه، ويا قوم لا اسالكم عليه ايه اجرا. هو انا باجي بعد خطبه الجمعه اقول لك ما بقولش النبي كده، ما كانش باخد منه حاجه، ان اجري الا على الله. فلما يقول كده يبقى كان يعطي ولا ياخذ. فهذه صفه من صفات الناس، تتواضع للناس وتحب الناس وتزهد فيما يديم يحبك الناس، وده اللي عمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة شيء آخر كان سببا في حب الناس لرسولهم، أنه أحبهم، هو كمان حبهم. ما الحب ده مشاعر متبادلة، عمر أنا محبك وانت تكرهني مستحيل، عمرك ما تحبني وأنا أكرهك مستحيل. ده الست زمان قالت من القلب للقلب رسول، مش قالت كده زمان؟ في 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 اتصال كده. يعني يا رسول، يعني القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرواح مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. النبي كان لما يحب واحد من الصحابة يخبره وعرفهم كده، يجي بعد صلاة الفجر، بعد ما سلم صلاة الفجر، وكان يخص الصحابة كل واحد له ميزة كده، ينظر النبي ويقول أين معاذ بن جبل؟ تخيل المسجد مليان والنبي يقول فين معاذ؟ إيه إحساس معاذ سعيد؟ فيقول ها أنا ذا يا رسول الله، أنا موجود. فيقول يا معاذ والله إني أحبك. سيدنا معاذ يقول والله كانت الكلمة خير لي من الدنيا وما فيها، الرسول بيقول لك أحبك. ربنا يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما قال لك بحبك، الحب ده له واجبات، الحب ده له نصيحة، الحب ده له ضريبة. قال إني أحبك، ويدي معاذ بحتة جميلة كده، فلا تدعن، لازم تعمل بعد كل صلاة أن تقول، تقول إيه عشان النبي يحبك؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ قلها ثلاثا فهذه خير لك من الدنيا وما فيها. لما تحب أحد الناس أخبره، ده رقم واحد. لما تحب أحد قول يا فلان أنا بحبك في الله، والله يا أخي فلان أنا بحبك، يا أستاذ فلان أنا بحبك في الله. والحاجة الثانية، لما تحبه في الله بصدق تنصحه وتديله النصيحة. عارف ليه؟ لأن ساعات إحنا لما نحب بعض ما ننصحش بعض، أقول لك يا أخي بس أنا أستحي أنصحه، يعني لا، واجبات النصح. حبة مراية الحب عمية، ورد عن أبي الدرداء قال حبك الشيء يعمي ويصم. لما بتحب واحد تنسى سيئاتي، لا لازم تنصحه وتقول له خلي بالك يا معاذ. النبي قال لمعاذ كده ليه؟ ما كانش بيختم الصلاة، بيصلي ويمشي على طول. لا يا معاذ، بعد الصلاة تستريح وتختم الصلاة وتسبح عشان تؤجر حبيبي، النبي بيحبك. بل ووضع لقبا لكل صحابي من صحابته، ادى كل واحد اسم كده، كان يحب يجمل أسماء الصحابة، فيسمي أبا بكر الصديق، ويسمي عمر الفاروق، مش كده؟ ويسمي عثمان ذو النورين،
والذي تستحي منه الملائكة وينادي على خالد أنت سيف الله وسيف رسوله، مش كده يا جماعة؟ نبقى نعمل كده صلى الله عليه وسلم. وينادي على معاذ أنت أعلم أمتي بالحلال والحرام، ويقول أبو عبيدة أمين هذه الأمة. الله الله على ويقول على أبي ذر محامي الفقراء، ويقول على أبي الدرداء الزاهد في الدنيا، ويقول على بلال مؤذن الرسول. إيه الأسماء دي؟ يحببوا يديروا أسماء، بيعلمك أن أنت لما تحب حد تديروا أحسن الأسماء. نادوا الأسماء الناس بأحب أسمائهم، نادوا الناس بأحب أسمائهم، ودي السنة. حتى النبي كان يغير بعض أسماء الصحابة، يقول واحد يقول له ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال لا بل اسمك فرح. حزن مش حلوة، اسمك فرح. يسأل آخر ما اسمك؟ قال عسير. قال بل أنت يسير. النبي يحب يسهل الايه الأسماء، ويحبب الناس إلى أسمائهم. لأن ابن القيم يقول هناك علاقة بين الاسم والجسم، في علاقة بين الاسم والجسم، والرسول بينهما العقل، والأعضاء تتأثر بالاسم. يعني يعني إن كل إنسان بناء على اسمه بيتحرك. لو واحد اسمه سيء قد يستحي من اسمه، قد يتألم من اسمه. فعشان كده قالوا في علاقة بين الاسم وبين الجسم، البادي بتاعك ده. فلما تسمي اسمك ابنك سمي اسم حسن، سمي اسم يناديه به الناس، سمي اسم يتحبب به إلى الناس. ولو عندك حد اسم وحش يجوز أنك تدلله باسم حسن أو باسم طيب. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أحبهم وأخبرهم بذلك ونصحهم ولم يستحي من نصيحتهم، ثم اهتم بشؤونهم، كان يهتم بشؤونهم ويسأل عن أحوالهم، ولا يشغله شيء عن شيء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بعد نهاية غزوة ذات الرقاع، غزوة من الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي راجع من غزوة ذات الرقاع، هذه قصة جميلة من قصص السيرة، وإحنا بنتعلم من السيرة وبنتربى بالسيرة ونعلم أولادنا من السيرة. النبي راجع من غزوة ذات الرقاع ويركب ناقته الشهيرة، كان آخر الجيش رسول الله، دائما آخر واحد مشي يكون النبي خلف الجيش، شوف إيه الوضع ويطمئن على 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 بقية المسلمين. فرأى سيدنا جابر بن عبد الله بن حرام، راه يركب جملا ضعيفا متأخرا عن الركب، ركب جمل وآخر واحد ماشي جابر بن عبد الله. يقول جابر راوي الحديث: فسألني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر لما تتأخر عن الركب؟ ليه أنت متأخر؟ قال جملي الضعيف يا رسول الله، جمل ضعيف وهزيل. قال فأنخ جملك، ممكن تنيم الجمل برك؟ فبرك البعير. قال فنزل أخذ مني عصا ونخسه، يعني ضربه ضربا خفيفا، ونخسه سلاسا، ثم قال اركب. فركبته فإذا به يوازي، يعني نفس سرعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كويس بركة إيد النبي. قال ثم سألني رسول الله، تواضع، نزل من على الجمل بتاعه وحرك الجمل، فيش مشاكل، مش متكبر النبي صلى الله عليه وسلم، متودد إلى أصحابه. قال ثم سألني يا جابر هل تزوجت؟ فقلت نعم تزوجت يا رسول الله، كان جابر شباب لسه. قال هل تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ تزوجت يعني بنت صغيرة ولا امرأة مطلقة أو أرملة؟ قال بل تزوجت ثيبا، امرأة كبيرة. قال يا جابر هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ بنت صغيرة كده تفرح بها وتفرح بك. قال يا رسول الله غفر الله لك، يا رسول أنت رجل طيب، إن أبي مات، هو عبد الله بن حرام مات في غزوة أحد، مش أي حد، عبد الله بن حرام مات في غزوة أحد كان شهيد. إن أبي مات وترك لي سبعة من البنات، ترك لي سبعة، أفآتي لهم ببنت سامنة؟ بل تزوجت امرأة جمعاء تجمع رؤوسهن وتحل مشاكلهن. أنا مش متزوج لنفسي، أنا متزوج واحدة تربي أولادي. ماذا قال النبي؟ قال حسنا ما صنعت. كتاب السيرة وقفوا عند الكلمة دي، قالوا أما النبي كان عنده ذوق. النبي استدرك أنه لما قال له بكرا أم سيبا كان السؤال غلط، واستدرك أنه ممكن كده يتعب الولد نفسيا ويقول له إزاي أنت بتكرهني في عيشتي؟ ما قالوش، قالوا هل تزوجت بكرا؟ قالوا بكر مين؟ ده أنا عندي سبع بنات وجيب واحدة تربي أولاد أخواتي وتساعدني. قال حسنا ما صنعت. يبقى بيحببه في زوجته السيب، مع أن أول الكلام يقول له البكر أحسن، لكن في نهاية الحديث قال بل السيب أفضل يا جابر. وهنا بقى ناخد معنى جميل اسمه إيه؟ حببوا الناس في حياتهم، وحببوا الناس في، بالعكس ده في حديث بيقول كده عن النبي، حببوا الناس في أعمالهم وفي بيوتهم وفي زوجاتهم ولا تزهدوهم فيها. يعني تروح عند واحد صاحبك تزوره تلاقيه ساكن في أبارمنت،
والأبرتمنت اللي هو فيه ما فيهوش هيت والدنيا برد والحالة صعبة، تخش عنده ايه ده يا عم انت عايش ازاي، ده الدنيا تلج وما عندكش تلاجة كمان، ما فيش بوتاجاز، يا ابني ده انت ميت. يا اخي اتق الله، الراجل عايش هنا بقاله 10 سنين ودي قدراته معاه 500-600 دولار بيدفعهم في الشهر، وعايش هو ومراته وبنته على كده ومستحمل، انت تكرهه في عيشته في 5 دقائق؟ هو غلطان ودخلك بيته اصلا، لان النبي قال لا يدخل بيتك الا ايه، الا تقي، وانت مشتقي عشان تقول هذا الكلام. لا تزهدوا الناس في بيوتهم. تركب مع واحد سياره، إيه انت راكب يا اخي راكب موديل 95 يا راجل، ناس راكبه 2016 يا راجل، مش كتكسف ده انت عندك اولاد ليه كده؟ لماذا؟ هذا ينافي كلام النبي. كان ممكن النبي قال له كده، انت راكب جمل موديل كام؟ موديل 95 يا راجل، شوف لك جمل كده حاجه حديثه كده وغير الجمل لا ما قالش كده. ما هي دي اللمسات اللي بتحبب يا جماعه، ما انت ممكن تخليني اكرهك بسهوله، وبسهوله تستطيع ان تجعلني احبك لما تتواضع وتلين وتحس بمشاعري واحس بك. قال حسنا ما صنعت يا جابر، فعلا السيب هي الافضل. ثم قال يا جابر اتبيعني هذا الجمل؟ النبي بيدردش معه ماشيين في الطريق مروحين من الغزوه بيدردشوا مع بعض، اتبيع لي الجمل. قال اشتريه مني يا رسول الله. قال اشتريه منك بدرهم، درهم يعني ما يجيبش دولار حتى. فقال اذا تغبنني، انت كده بتضحك علي. شوف شوف الحوار الجميل، الرسول يا جماعه، الرسول الرسول خير خلق الله بيتكلم مع شاب بسيط في الناس عادي. انا ممكن استحي اتكلم مع طفل صغير ولا يعني مكانتي وانا راجل ليا وضعي وده انا دكتور ده انا مش عارف صاحب محلات كذا، لا يا اخي والله والله ابدا، والله من تواضع لله رفعه الله، والله التواضع لله يرفع قيمتك عند الناس. قال له يا جابر تبيعني؟ قال اشتري. قال بدرهم؟ قال لا. اذا تغبنني يعني تضحك علي؟ قال بدرهمين. قال لا زيد يا رسول الله، زود. قال حتى اوصلته الى اوقية من ذهب. قال له كده ابيع لك كده كويس. قال فلما نزلنا وصلنا المدينة ذهب النبي إلى بيته وذهب جابر إلى بيته وقال لزوجته إن رسول الله قد اشترى منا جملنا. قالت بكم؟ قال بأوقية من ذهب. قالت حسنا ما فعلت، فرسول الله خير من يشتري الجمل. ما قالتلوش ضحك عليك النبي يا خيبتك، رحت الجامعة وضحك عليك النبي وخذ الجمل بتاعك. لا لا، شوف المرأة الصادقة، المرأة الصالحة تعين زوجها على الخير وعلى الحق. فلما كانت صلاة الفجر جاء عبد الله، جاء جابر وربط الجمل أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعيدا، جلس بعيد مستني لما النبي يأتي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى قال جمل من هذا؟ قالوا جمل جابر بن عبد الله. فنادى على جابر قال يا جابر خذ الأوقية من ذهب وهذا الجمل هدية عرسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هدية من حبيبك النبي. النبي يا جماعة كان ازاي يصل الى قلوب الصحابه؟ عشان كده احبوه، اسلوب التواضع مع الناس، اسلوب الرقه مع الناس، الاهتمام باحوال الناس، السؤال البسيط عن الناس وعن حاجات الناس، اقل الاسئله عن الناس. والله ما زلت اذكر سيدنا حذيفه الصحابي وحيد امه، امه ما لهاش الا هو، وكانت امه تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، وتسال حذيفه ذات يوم يا حذيفه منذ متى لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالك قديم ما شفتش النبي؟ قال منذ كذا وكذا، والله يا أمي بقالي فترة ما رحتش المسجد، مشغول تعرف الشغل والحكاية والبل والرنتو، بالك قديم ما رحتش المسجد؟ والله بقالي أسبوعين ثلاثة ما دخلتش المسجد ولا الجمعة، والله ولا الجمعة. يا راجل صلاة الجمعة خير من الدنيا وما فيها، من ترك صلاة الجمعة عامدا متعمدا اسود ثلث قلبه، ومن تركها جمعتين اسود ثلث قلبه، ومن تركها عامدا متعمدا بدون عذر ثلاثا اسود قلبه. اسال الله ان يبيض قلوبكم يا رب العالمين. قلت له بالك قد ايه ما شفتش النبي؟ قال والله بقالي فتره. قال تذهب وصلي مع النبي صلاه المغرب وقل له يا رسول الله استغفر لي ولامي. يقول حذيفه فذهبت. الحديث رواه الامام ابن حبان والترمذي وصححه الالباني. قال فذهب حذيفه الى النبي وصلى معه المغرب في مسجده. قال فلما انتهى من صلاة المغرب جلس يسبح حتى صلاة العشاء، بيسبح من المغرب للعشاء. قال فاستحييت أن أقطع عليه تسبيحة، كل ما أجي أروح أقول له يا رسول الله أمي بتسلم عليك وبتقول لك استغفر لنا، بيسبح فمش عارف أقطع التسبيح. وده درس مهم، لما تلاقي حد بيسبح، حد بيقرأ القرآن، حد في درس علم، لا تلقي عليه السلام، لا تقطع حديثه، هو في ذكر. نبقى قاعدين في درس يدخل واحد السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. يا عم خلاص اقعد الله يخليك، فيش سلامات ساعة الدرس، فيش سلامات ساعة خطبة الجمعة، ما فيش سلامات على قرأ القرآن،
ما فيش سلام على حد بيسبح وبيستغفر. لا تقطع تسبيحي بكلمتك هذه، أنا في علاقة مع الله، لا تقطعها. السلام تحية المؤمنين وفي حسنات، والقرآن أولى والتسبيح أولى والدرس أولى، نتعلم فقه الإسلام. فقال: فكرهت أن أقطع النبي حتى أذن بلال للعشاء وأقام الصلاة وصلينا العشاء وخرجنا. هو عاوز يقول للنبي: أمي بتقول لك ادعي لنا يا رسول الله بالمغفرة. قال: فخرجت خلف النبي خارج المسجد فاستشعر بي النبي، حس بي، فالتفت وقال: من هذا؟ أنت حزيفة؟ ماذا تريد؟ غفر الله لك ولأمك. قال: هي حاجتي يا رسول الله. قال له: أنا عاوز دي بقى. ماذا تريد يا حزيفة؟ قال: ماذا تريد؟ غفر الله لك ولأمك. قال: هي حاجتي يا رسول الله، هي دي الحاجة اللي أنا منتظرها. حاجته أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي أحس بهم قبل أن يقولوا، بل قضى حوائجهم قبل أن يطلبوا. سيدنا أنس في حديث صحيح، في حديث في مسلم يروي سيدنا أنس يقول: بينما رسول الله يسير في المدينة إذ قابلته امرأة عندها شيء في عقلها، يعني امرأة فيها شيء من الجنون، العقل يحضر أحيانا ويغيب أحيانا، امرأة مريضة. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي بك حاجة أريد أن أقضيها، أنا عندي مشكلة وعاوز أحكيها لك. والمرأة مجنونة، العقل يأتي ويغيب، وأنس موجود مع النبي: إن لي بك حاجة أريد أن أقضيها. يقول أنس: فقال لها صلى الله عليه وسلم: انظري يا أم فلان، ما لاش باسمها بالنص، انظري يا أم فلان أي السكك شئتي. السكك يعني الطرق، نص الحديث بيقول كده باللفظ، أي السكك شئتي، عاوز أقف معك فين. قال: فخلى بالنص، فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها. ركن على جنب كده في سكة وفضل يتكلم لما خلص الحاجة بتاعتها، والمرأة إيه؟ والمرأة مشت. امرأة مجنونة لا تحسن القول تقف، يقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان تختاره هي ويقضي حاجتها. ألا يستحق أن يحب صلى الله عليه وسلم؟ يجوا جماعة المستشرقين الخيبين الهايفين يقول لك: آه الرسول خلى بها، وإذا كان ركزت على الكلمة، آه مش بقول الخلوة حرام، وليه بقى يخلو بقى ويتكلم معها؟ يا راجل، ما أنس كان شايف الكلام، وأنس قال: سمعت طرفا من الحديث وغاب عني طرفا. بعدين أنت جيت تشكك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللفظ ألف خلا؟ لا يا أخويا، افهم بقى القاعدة الشرعية عندنا، الخلوة العينية محرمة. يعني الخلوة عن عيون الناس، لا يجوز لرجل أن يدخل غرفة يغلق على نفسه مع امرأة، فهذا حرام، لأنها لا تحل الخلوة. الخلوة الإيه؟ عن أعين الناس. أما الخلوة عن مسامع الناس فجائزة. شوف الفرق بقى، إنك تقف تتحدث مع المرأة الناس لا يسمعون لكنهم يرون، هذا جائز عند الحاجة. قال ابن حجر والإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: ويجوز للعالم وللإمام أن يختلي بالمرأة يسمع مشكلتها والناس يرونه ولا يسمعون. يجوز ان الشيخ يقف فخر المسجد، واحده ست طالعه من عند النساء تقول: يا عم الشيخ انا عندي مشكله كذا وكذا، وسؤال خاص بها، مش هينفع الناس يسمعوه. فتقف الناس يرونها ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا يسمعونها. هذا جائز، ما ينفعش حد يتداول لك ازاي الشيخ بيتكلم مع فلانه. لا يا اخويا يتكلم، الشريعه قالت كده. مش مصدقني؟ اسمع كلام النبي بعد ما تصلي عليه. قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المرأة خولة بنت ثعلبة راحت للنبي تشتكي له من جوزها لما قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهو جالس مع عائشة في نفس الصالة ولا في الغرفة ولا في أوضة النوم، تقول عائشة: أرى النبي ولا أسمع إيه؟ ولا أسمع صوته. ليه؟ النبي راح في مكان بعيد كده وبيتكلم مع المرأة، عائشة ترى ولا تسمع، تقول: سبحان الله، والله كان رسول الله أمامي ولم أسمع ماذا قال للمرأة ولا قالت له، ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات وأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يبقى يجوز إن الإمام يسمع للمرأة ولا حرج في ذلك. لا تضيقوا الدين على أنفسكم ولا تدخلوا الشبهات في بيوت الله تبارك وتعالى. النبي علمنا كده: حيث خلى بامرأة يسمع لها بأبي هو وأمي، فأحبه الرجال وأحبه النساء وأحبه الأطفال، واستحق أن يحب صلوات ربي وسلامه عليه. أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وبعد، من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفذ وصيته، حيث أوصانا في حديث الطبراني في الأوسط قال صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال. بعد ما سمعت الخطبة تعمل إيه؟ أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم، قولوا لأولادكم حبوا النبي، أحب واحد عندك هو النبي، قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، حب نبيكم وحب آل بيته الأطهار أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن. يبقى احنا مطلوب مننا ثلاث حاجات. الأولى أن نعلم أولادنا كيف يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية أن يحبوا آل بيته. الثالثة أن نعلم أولادنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة الأخيرة في خطبتنا ولها وقفة أيها الإخوة الكرام. نحن في مسجدنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى افتتحنا أكاديمية المزمار للقرآن الكريم. أكاديمية المزمار للقرآن الكريم هي مدرسة خاصة بتدريس القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية، حيث قراءة القرآن الكريم وأحكام القرآن. ومن الله علينا في هذه المدرسة البكر التي أنشئت منذ ثلاثة أشهر، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ثلاثة أشهر بقيادة شيخ جليل أخونا الشيخ أحمد جزا الله خيرا. فبدأت من ثلاثة أشهر وقطعنا فيها شوطا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، أعلن عنها في رمضان في ليلة القدر، وبدأنا منذ ثلاثة أشهر عندنا بفضل الله وحوله ومنته 140 طالب وطالبة، 140 طالب وطالبة يحفظون القرآن الكريم بمختلفه. هناك من يحفظ القرآن كاملا ويراجع حتى يحصل على إجازة من شيخنا الجليل، وهناك من في سورة البقرة، هناك من حفظ جزء وجزئين ونصف جزء، تتراوح هذه بين الأعمار المختلفة. عندنا شيخين موجودين معنا في المسجد في تحفيظ القرآن الكريم، عندنا أكثر من 7 أو 8 أخت تتشر شغالين في تعليم القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية في طريقة تسمى الطريقة الذهبية لتعليم القرآن الكريم. أنشطة مختلفة ما شاء الله، خلية نحل في المسجد كل يوم عدا يوم الجمعة دراسة للقرآن الكريم. في نشاط كبير من الجالية ونشاط ملحوظ يراه الناس عيانا بيانا بين أيديهم. عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم أجازة، أنا بنعلن عنها عشان الكل يعلم، الأسبوع القادم أجازة من يوم الاثنين القادم اللي هو بعد غد يعني اللي هو مندي القادم إلى الاثنين الذي بعده، وتبدأ الدراسة إن شاء الله. أسبوع أجازة، في هذا الأسبوع يبدأ تسجيل السمستر القادم. هنبدأ تسجيل عشان هكون عندنا تو اوبشن، بس في تو اوبشن في ايام محددة، لو انت عاوز تختار الايام يبقى عليك التسجيل في هذا الاسبوع. طبعا الاولوية للمسجلين اوريدي اللي هم 140 يسجلوا في الترم الثاني. الاخوة الذين لم يسجلوا من قبل، وعندنا عدد كبير كان منتظر حاطينه على الويتنج عشان العدد لحد ما يتم تهيئة المدرسة كاملا بفصولها، لهم سرعة التسجيل في هذا الاسبوع حتى يختار الايام التي يحب. لكن بعد ما ينقضي الأسبوع القادم إذا أتيت معذرة سوف تلزم ببرنامج معين وبمكان معين، أو قد يعني تؤجل إلى السمستر اللي بعده، لأن احنا عندنا عدد وبحاول نحن نستوعب، صحيح أكبر عدد لكن لا نريد كسرة عدد، نريد الكيف، احنا عاوزين الكواليتي مش مجرد واحد حفظ كام ولا قرأ كام. أتمنى الأسبوع القادم أسبوع الأجازة إن إخواننا وأخواتنا يعني يشاركوا بالتسجيل في هذه المدرسة القرآنية الربانية التي صنعتموها أنتم واجتهدتم فيها أنتم. وبسم الله ما شاء الله 140 طالب في 3 شهور، القادم إن شاء الله نكون 200 طالب ونكون أكثر وأكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا يوم 23 حفل تخرج للقرآن الكريم، في عندنا طلبة تخرجوا، في عندنا طلبة حفظوا أجزاء، هنعمل لهم حفل التكريم يوم 23 من شهر يناير هذا. وبالمناسبة هيحضرنا أخ فاضل دكتور أسامة أبو رشيد متخصص في العلوم السياسية والعلوم الإسلامية، حيكون متواجد معنا في هذه الحفلة. دعوة جميعا للجميع، هو محاضر متمرس في قنوات الفضائية في الجزيرة في غيرها، محاضر معروف في المجال العلمي والسياسي والثقافي والديني كذلك، حيكون موجود معنا في هذه الحفلة يوم 23 من شهر يناير. أتمنى الكل يكون متواجد معنا حتى نستفيد من هذا. بعد صلاة الجمعة معنا أخ فاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن رئيس جمعية بيت المال بأمريكا. هذه الجمعية جمعية كبيرة تقوم بأعمال خيرية في بلاد الإسلام وبلاد العرب والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أرجو أن نستمع إليه بعد صلاة الجمعة في دقائق يشرح لنا مشروعه والخطة التي يقومون بها. فهو يجتهد وجاءنا من سفر بعيد ولا يسألكم عليه أجرا، إنما يحتسب عمله هو وإخوانه لله تبارك وتعالى. فتقبل الله منهم، فلنعينهم ولنسدد خطاهم ولنقف معهم وقفة في الحق. أسأل الله لي ولكم القبول. اللهم اغفر لنا وارحمنا.
وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا. وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظ أعراضنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم اجعل بلادنا أمنا وأمانا، سلما وسلاما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أمننا في أوطاننا، وأمننا على أهلينا، وأمننا على ممتلكاتنا، بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا